قراية 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 قراية، اش باش تعمل بيها هالقراية؟ باش تدخل تخدم ولا باش تاخو سالاري يقتل؟ تيوك اخوك حياته كاملة هو يقرا وسقيح فات وهو يبوستيلي، اش عمل؟ ما عنده معمل. سيبني خل نقرا. يا بنتي اسمع الكلام اسمع الكلام، شوف لي عمل الفيسبوك والكراهب اللي بالضو، اغنى انسان في العالم من القرا ذاك. سيب عليك من القراية، سيب عليك من القراية، سيب عليك. عسلامة الناس الكل، من 2011 لليوم مليون صغير بطل القراية. حاجة خطيرة برشا لكن عندها تفسير. وقت اللي صغير في سن المراهقة يعبيولو مخه من جهة، هاو أينشتاين عاود الباك 7 مرات، هاو اللي عمل فيسبوك اللي عمل مايكروسوفت خرجوا من القراية، ومن جهة أخرى يلقى عباد كبار في عائلته ولا في حومته عندهم ديبلومات أما بطل. من جهة أخرى ما نجموش ننكروا اللي تعليم تخل في حيط ووخر على الآخر. هاو جريفيت، هاو نحاو 25%، هاو ردوها 20%، هاو نقراو تريمستر، هاو نقراو سيمستر. معاكم رؤوف الغريسي من قناة كودينج بالتونسي، واليوم باش نحكيو على الفرق بين انك تقرا ساعات تفسكي وساعات تحط اسمك في بروجي وماكش خادم فيه حتى شيء جست باش تاخذ نوت وديبلوم، والفرق بين انك تتعلم وتطور من روحك من غير ما تستنى نوت من حتى حد. ليتس جو. توا باش نحكيو على ثلاثة من اغنى واشهر لاعبين في العالم، صحيح هما بطلوا القراية، اما نجي نفهموا وقتاش وعلاش. الشخص الاول هو مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك اللي الثروة نتاعو تقدر ب 103 مليار دولار. الشخص الثاني هو بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، الثروة نتاعو تقدر ب 133 مليار دولار. الشخص الثالث اللي معروف برشا اللي هو ايلون ماسك، الثروة نتاعو تتجاوز 200 مليار دولار. ارتبط اسمه برشا مشاريع كيما بيبال، سبيس اكس، والكهرباء تسلا. اول نقطة مشتركة بين هذوما الثلاثة انهم كانوا متميزين في القراية، على عكس ما العباد قاعدة تحكي وتغلط في رويحها وتغلط في الصغار. مارك وبيل جيتس قراو في هارفرد، واحدة من اعرق واقوى الجامعات في العالم. باش تقبل غاديك لازم تكون دمدوم. وبعد قصوا على القراية باش واحد حل فيسبوك والاخر حل مايكروسوفت اللي اليوم العالم الكل واقف عليهم. سمعتني ماو، مش خرج في الكوليج ولا يقوم نص نهار يلعب في 5 تراح كارتة كل يوم. خلي عادة دمدوم الكبير ايلون ماسك اللي عنده 2 شهادات، واحدة في علوم الفيزياء وواحدة في علوم الاقتصاد، ومن بعد تقبل في دكتوراه في ستانفورد اللي قص عليها باش لانسا اول بروجي اللي هو زيبتو. سمعتني ماو، ما عادش تقول بطل القراية. مالوغوزمون نحنا التوانسة نعرفو كان نقولو يا مسيو لا ما قريناهاش، ما شفناهاش، ما نعرفوهاش، وما نعرفو نقراو كان باش ناخذو شهادة. زعما شنو هو سر النجاح؟ سر نجاح الثلاثة هذوما هو لوتو ابرونتيساج والكودينغ من الصغرى. مارك مثلا بدا يكودي عمره 10 سنين، وبعد عامين في سن 12 سنة عمل أول أبليكاسيون باش الأفراد نتاع العائلة نتاعو ينجموا يحكيو مع بعضهم، اسمها بعد 9 سنين خدمة وتعب وزيدهم القراية، مارك لانسا فيسبوك وخرج من هارفرد باش يركز على مشروعه. حتى بيل جيتس عمل أول جو ليه وقت اللي عمره 13 سنة، اللعبة المشهورة تيك تاك تو ضد الحاسوب. في سن 15 بيل جيتس وبول ألن لانسوا أول أبليكاسيون اللي هي ترف أو ديتا، دخلوا بها 20,000 دولار لكن بعد فشلت. زعما كتفوا يديهم وقالوا ما عادش نوصلوا، بالعكس تعلموا من التجربة نتاعهم، صلحوا أغلاطهم ونجحوا في مايكروسوفت. حتى إيلون ماسك بدا البرمجة وقت اللي عمره 9 سنين، في عمر 12 سنة عمل اللعبة المشهورة بلاستر وبيعها ب 500 دولار. تنجموا تلقاو النسخة اللي بيعها عام 84 في الليان هذا. مانيش قاعد نقولك فما كان البرمجة توصل، أنا حكيت على الكودينغ خاطر هذاك المجال اللي نفهم فيه. مانيش قاعد نقول لك راك غلط كان خلصت من القرايه، قاعد نقول لك رد بالك، تعادي نهارك الكل في القهوه شدد التليفون وتقول ظلموني ولازم نهجم البلاد، انت زاد راك مسؤول. مانيش قاعد نقول لك راك غلط كان تخرج من القرايه باش تتبع الهوايه نتاعك، نجم تكون مغروم بالكوره، اما في عظمه تكور وتتكيف بعد تقول لي نعمل جري نحرق الدخان الكل. ادخل اقرا وثبت علميا تلقى المعلومه هذيا غلطه. اقرا علميا كيفاش تحسن في اللياقه البدنيه نتاعك، كيفاش رونالدو يترين وتبعه. ادخل اقرا كيفاش ترتاح، كيفاش تاكل، كيفاش ترقد. تعلم لغه جديده، انجلي، المون، اسبانيول، باش كي تلعب في انجلترا كيما صلاح تنجم تحكي مع الميديا وجوارات اصحابك، ما تعملش انترفيو كيما هاك. كلالو يور ابونسيون اباوت ذا ماتش زمالك انا اهلي سيلفو بلي ان فرونسي ان فرونسي وي سبيك اني ان فرونسي وو بارل فرونسي. Vous d'abord, la question en français. Quel est le vôtre? Quel est le vôtre? Quel est le vôtre ou punition? Punition? Non, punition. Pourquoi?
بعد فينيسيا. هو طبعا يعني هو بيقول لي انا ما عنديش راي، بساله على رايه في الماتش بيهزر، بيقول لي ما عنديش راي في الماتش ومش عايز هو يتكلم، بس انا بحاول. مانيش قاعد نقول لك خايب انك تلعب فري فاير، اما قاعد نبربش في حبك للاطلاع. ما تحبش اني زاده تعمل لعبه مشهوره وتقول لي لاباس عليك؟ راك وحدك تنجم تعمل سيت ابليكاسيون تاتي بريكولاج مونتاج فيديو تبيع اون ليني. امان امان راك محظوظ على الاخر، جيت في وقت لاكسيل المعلومه ساهل برشا. اسال جوجل ولا يوتيوب على اي حاجه ويجاوبوك برشا حلول. وانت يا بارون تتفرج فيا، مانيش قاعد تشجع في ولدك باش يبطل القرايه، اما قاعد نقول لك ما تخليش حياته مربوطه كان بالقرايه، جيب 20 نشري لك ما تجيبش نعاقبك، تبع غرام ولدك وشجعه، ما تخليش مخه يرقد في سيف 3 اشهر يرجع للقرايه يشد السيلو بالمقلوب. وانت اللي تحب تتعلم الكودينج حط جيم بارتاجي وابونيفو، وما تنساش الكودينج ما عندوش عمر.